نروح لتنس الطاوله. تنس الطاوله ان شاء الله مسافرين يلعبوا بطوله عربيه هتتلعب من 17 23 اغسطس اللي احنا فيه او الشهر اللي احنا فيه. وكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز سافر النهارده الاردن عشان يحضر القرعه بكره، والفرقه هتروح له بكره. طبعا الفريق دعم او النادي الاهلي دعم الفريق بصفقتين. طبعا عمر عصر لاعبنا المحترف في فرنسا اتفقوا معاه وعشان يكون معانا ان شاء الله في البطوله العربيه. وايضا الرومانيه سماره، بالمناسبه الرومانيه سماره لعبت مع منتخب بلادها في طوكيو، يعني لعيبه من ليفل 1، لعيبه دوليه، لعيبه اولمبيه، الاثنين تم تدعيمهم بالفريق عشان نروح نلعب البطوله العربيه. وعمر زي ما حضراتكم عارفين طبعا عمر عصر خامس اولمبيات طوكيو. خليني اقول لكم اسامي فريق الرجال: السيد لاشين ومحمد البالي وعمر عصر وخالد عصر وشادي مجدي ومحمد شومان. لو رحنا لفريق السيدات هنلاقي نادين الدولتي ومروه هشام ومريم هشام وساره عبد العزيز وهنا جوده، والرومانيه طبعا اليزابيتا سماره. كاميرا الابطال كانت موجوده مع الفريق، صورنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم وارجع لكم تاني. طبعا احنا بنستعد للبطوله العربيه، بقى لها سنتين ما اتلعبتش، احنا حاملين اللقب، كسبنا البطوله اللي اتعملت في المغرب من سنتين. من اول ما جت الدعوه بتاعه البطوله وعرفنا ان البطوله هتقام، خدنا موافقه مجلس اداره النادي والكابتن رؤوف وبدانا التمرين والاستعدادات وعملنا معسكر الصبح وبعد الظهر مفتوح. يعني احنا في نهايه فترة تدريبية لغاية البطولة إن شاء الله. والله الاستعداد للبطولة العربية الحمد لله بفضل الله كويس، لأن البطولة جامدة. يعني إحنا كمان بالنسبة لنا بيبقى علينا حمل كبير، لأن أنت عارف النادي الأهلي بيبقى نادي البطولات بفضل الله، فلازم بيبقى حمل علينا إن إحنا نكسبها. وخصوصا إن الفرق بتجيب محترف، فدي بتبقى صعبه علينا. فالحمد لله ربنا كرمنا الفرقه جاهزه، والحمد لله كمان اتضمننا عمر عصر لانه كان غايب كذا سنه لانه محترف بره، فبقى له كذا سنه بيعتذر عن البطوله الانديه العربيه. فالحمد لله ربنا كرمنا وانضمنا البطوله ديت، فيعني بقينا برضو يعني افضل من الاول. واللعيبه اللي معانا صراحه يعني هم بيبقوا عارفين المسؤوليه بتاعتهم. احنا الحمد لله مستعدين كويس، احنا لسه راجعين من الاولمبياد الحمد لله، ادينا هناك بشكل كويس، وكان كل اللعيبه اللي كانت في الاولمبياد من النادي الاهلي كنا بنتمرن بشكل كبير هناك، والحمد لله رجعنا كملنا دخلنا في معسكر النادي. طبعا هم شرفونا وشرفوا مصر كلها وشرفوا البعثه المصريه، وهم ابطال بجد الحمد لله رب العالمين. احنا بقالنا مده بنتمرن صبح وبعد الظهر، يعني نوعا ما مركزين شوية وزيادة عن الفترة اللي فاتت، لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا، وإن شاء الله بإذن الرحمن نعمل نتيجة نبقى كلنا راضيين عنها بإذن الله. في التمرين إحنا الواجبات بتاعتنا العادية اليومية اللي بنعملها بنحاول على قد ما نقدر يعني نلم الفرقة، ما يبقاش فيه يعني مشاكل أو حاجات صغيرة ممكن تضايق حد من التاني. ده اللي هو الواجب اليوم اللي بنعمله. في البطولة بقى في ظروف الماتشات وحسب النتائج بتاعت كل لاعب والفرقه كلها بنبتدي نشوف احنا مين اللي محتاج دعم زياده، مين اللي محتاج يعني كلام نفسي او كده، وبنعمله الحمد لله، سواء يعني الجهاز الفني كامل او انا بصفتي ان انا اخوهم الكبير او كابتن الفريق. احنا عندنا بطولة قوية، بطولة الأندية العربية في الأردن من يوم 17 ليوم 24. بنحاول ان احنا ان شاء الله نكون فنيا وبدنيا جاهزين. بطولة قوية في عدد كبير من المحترفين اللي على مستوى فني وبدني عالي، بس احنا ان شاء الله اقوى فريق في البطولة، وعندنا ثقة في النادي الأهلي ان شاء الله نحقق الذهبية بإذن الله. نفسيا احنا بنبقى مطمئنين ان احنا بنلعب بتيشيرت النادي الأهلي، بنبقى عارفين الخصم نازل دايما خايف عامل حسابنا، ودي حاجة احنا بنحاول نستغلها في صالحنا. الحاجة التانية بدنيا بنحاول ان احنا نزود شوية في الحمل البدني بحيث ان احنا في البطولة نبقى مستعدين لأي جهد نتعرض له.
فنيا بقى ده المهم، ان انت في البطوله بتحاول ان انت تتاقلم على المشاكل الفنيه اللي انت بتواجهها، خصوصا من اللعيبه المحترفين اللي انت بتقابلهم في البطوله. والله الحمد لله طبعا احنا مستعدين زي ما انتم شايفين دلوقتي، تمرين صبح وبعد الظهر عشان البطوله العربيه ان شاء الله. البطوله السنه دي مختلفه شويه، قويه جدا عن المواسم اللي فاتت بسبب جائحه كورونا، فكل الفرق مدعمه باجانب اقوياء، فرق البحرين كلها وفرق قطر وفرق الأردن ونادي الزمالك، فالبطولة هتبقى قوية، فإن شاء الله إن شاء الله نقدر نحقق إن شاء الله اللقب مع النادي الأهلي إن شاء الله. على طول النادي الأهلي بص على طول لرقم واحد، ما يعني عندنا رقم اتنين زي الأخير، فطبعا بنبقى داخلين لازم نكسب بطولة. البطولة العربية بالنسبة لنا التنس الطاولة هي المحببة لينا يعني، فنتمنى إن احنا نحرز اللقب ده، وإحنا حاملين اللقب واخدين بطولات عربية كتير يعني. أنا بالنسبة لي واخد 7 أندية عربية قبل كده، فأتمنى إن شاء الله أبقى أخد اللقب التامن ليا. إحنا طبعًا بنتمرن الحمد لله بقالنا فترة كبيرة قوي، تقريبًا صبح وبالليل 4 أيام في الأسبوع، عاملين معسكر داخلي هنا الحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس جدًا، كل اللعيبة ما شاء الله جايبة فورمة كويسة. إن شاء الله البطولة تبتدي في خلال 3 4 أيام من دلوقتي، وبس إن شاء الله يعني كل الفرقة بشكل عام أو بشكل كويس يعني دلوقتي. هو إحنا دايماً يعني بنيجي قبل البطولة ممكن بيومين أو 3 بنبتدي نتمرن فترة واحدة في اليوم بس، عشان بنقلل الحمل، عشان الحمل يعلى تاني في البطولة. بس إحنا دايماً متعودين إن إحنا يبقى دايماً صبح وبالليل، ده بالعكس بيجيب يعني بيخلينا فورمة كويسة، وبنتمرن على أخطائنا أكتر، بيبقى عندنا يعني مساحة أكبر إن إحنا نتمرن على أخطائنا. خلينا اوضح لحضراتكم ان احنا حامل لقب البطوله دي السنه اللي فاتت للرجال، والحقيقه خدنا البطوله بدون دعم، ما كانش في دعم من اللاعبين او ما كانش في دعم لاعبين للفرقه، ولعبنا البطوله كلها ب4 لاعبين بس، لعبنا بالسيد لاشين ومحمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان، كل التوفيق لفريق الرجال والسيدات، واتلعبت في 2019 طبعا، السنه اللي فاتت ما كانش فيه عشان جائحه كورونا، كل التوفيق لفريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي.